اشرح لي صدري ويسر لي امري ما في عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا من الفهم وافتح علينا من معرفه العلم وزين اخلاقنا بالحلم والوعد. السلام عليكم ورحمه الله. نعتبر التاخير كنا في انتهاء دوره طابق العلمي هكذا. بعد الله تعالى ناخذ اليوم كنا دائما نتكلم على بعض الفرق التي خالفت السلف في بعض العقائد خاصة في مهتم في مسائل الأسماء والصفات، وكنا دائما نقول أنه سيأتي يوم إن الله تعالى نتكلم على بعض هذه الفرق، نتكلم على أصولها وجذورها وكيف تفرعت إلى غير ذلك. نأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض هذه الفرق التي ذكرنا أسماءها فيما مضى من الحصص، ونتكلم على جذورها ولماذا وكيفية وصولها إلى المسلمين وكيفية تبني المسلمين لبعض هذه العقائد بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا كما تذكرون كنا تكلمنا على الحلوليون أو الحلوليين الذين هم يتكلمون في مسألة الحلول، وهي تجسيد الله سبحانه وتعالى في ذوات خلقه. جذور هذه العقيدة التي قال بها بعض المسلمين جذور قديمة جدا تعود إلى الهنود ومصر القديمة، الحضارة المصرية القديمة. تبناها النصارى في قولهم عندما يعني حرف لهم بولس إنجيلهم وجاءهم بهذا الإنجيل المحرف. نذكر بعض ما ذكر في هذا الإنجيل حتى نفهم الحلول وكيفيته عند أصحاب هؤلاء المذاهب. يقول بولس طبعا في رسالته إلى أهل كورسي في العهد الجديد، يقول: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه فداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خالقة. أما في كلمة صورة الله غير المنظور، أي أن الله سبحانه وتعالى تجسد في عيسى ابن مريم على زعمهم. وهذا يعني من القواعد التي عندهم، فهم يقولون هذا تجسد اللاهوت في الناسوت كما يتجسد الماء في الإبريق، كما الماء أيضا يحتويه الإبريق كذلك الله، بما أنهم يقولون إنه نور إلى غير ذلك فإنه يتجسد وتجسد في سيدنا عيسى. وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك عندما قال: إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفر بذلك. في بداية الآية قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا جزء من عقائد النصارى، وهذا الذين يقولون بالحلول، طبعا ليس بمعنى التثليث الذي هو عند بعض عقائدهم. أيضا كما قلنا، من أين أتى النصارى أو من أين أتى بولس بهذه العقيدة التي هي عقيدة الهنود؟ جاء بها من الهنود وكما قلنا من الحضارة المصرية القديمة. لماذا نحن نعود إلى تاريخ هذه العقائد؟ حتى نتعرف في كيفية تبني بعض المسلمين لمثل هذا وقولهم به، ولماذا تأثروا به. فننظر أولا، حتى إذا قلنا أنهم تأثروا بهذا نكون صادقين في ذلك. فالهندوس مثلا، أهل الهند عندهم الإيمان أربعة مراحل. تتذكرون عندما تكلمنا في تقسيم التوحيد وقلنا أن بعض من قسم هذا التوحيد قالوا توحيد الخاصة وتوحيد العامة وتوحيد خاصة الخاصة، تتذكروا في ذلك. وقلنا أن هذا التقسيم تقسيم بدعي لم يقل به السلف، وقد أدى بكثير من هذه الأمة ممن قال بهذا إلى القول بالحلول والاتحاد. هذا نفس الكلام الذي ابتدعه الهنود، فهم أيضا يقولون بهذا التوحيد. يقولون إن الخطوة الأولى أن تعرف الخالق بمعرفة مخلوقاته، هذا التوحيد العام. والخطوة الثانية أن تميز بين الخالق وطبيعة الكون. والخطوة الثالثة أن ترى الوحدة بين الخالق وطبيعة الذرة التي خلق منها هذا الكون، تميز جيدا بين طبيعة الذرة وهذا الخالق. أما الخطوة الرابعة وهي الغاية، وهي أن
النتيجة التي يجب أن يصل إليها كل واحد عندهم، وهي أن ترى أن الذرة التخليق التي يتكون منها أي جزئية من جزئيات العالم تتلاشى في ذات الخالق، أي تتحد ذرات هذا الكون مع الخالق. تذكروا هذا الكلام جيدا عندما نصل إلى من قال به من المسلمين. طبعا والمصري نعم نعم وغيره مشار حتى لا عندما نتكلم الآن على كيفية تتبني هذه العقائد كما هي. نعم أيضا كما قلنا تأثر أيضا النصارى بالمصريين القدامى كما تعلمون، وهذا مما تشاهدونه أحيانا مرسوم على جدران المعابد المصرية والأهرامات عندما ترون صورة ابن الآوى هذه أو القطة السوداء أو الأفعى، فهذه كلها هي آلهة تجسدت في هذه المخلوقات، هذا هو بمعنى الحلول. وكما قلنا تبنى كما قلنا فكرة هذه العقيدة التي هي الحلول تبناها كثير من المسلمين وقالوا إن هذا هو الغاية من التوحيد. وفي ذلك يقول الحسن بن موسى النبختي على الحلوليين يقول: وكلهم متفقون على نفي الربوبية عن الجليل وإثباتها في بدن مخلوق على أن البدن مسكن لله وأن الله تعالى نور وروح ينتقل في هذه الأبدان. هذا ما يقوله الحلوليون. طبعا قبل أن نصل إلى الحلوليين الذين قالوا بهذه العقيدة من المسلمين، ننظر أيضا أن النصارى أيضا لم يأخذوا فقط من الهنود مسألة القول بالحلولية، ولكن أخذوا منهم أيضا التثليث، فالهنود أيضا يقولون أن هناك عديد من الآلهة ولكن كلها ترجع إلى ثلاثة أنواع، وهي براهما كما يقولون وهو الخالق إلى غير ذلك، وسيفا أو سيوا الذي هو إله الفناء إلى غير ذلك، والباطش المنتقم إلى غير ذلك، فحتى أوراق الأشجار ما تصفر إلا بأمر سيوا أو سيوا إلى آخره. ثم الإله الثالث الذي يقولون عليه وهو ويشنو، ويعتقدون أن ويشنو هذا هو الذي حل في كل شيء حي حتى يقيه من الفناء الأبدي، وهذا قريب جدا مما قاله النصارى في أن سيدنا عيسى ضحى بنفسه حتى لا يخلد الناس من نار جهنم إلى غير ذلك. أيضا وكذلك المصريين القدامى قالوا بمسألة التثليث، فيقولون أن أوزوريس وهو الخالق إلى آخره، وزوجته إيزيس، وابنه هذا الذي يسمونه زيوس أو إله أو هورس، هذا كل واحد له وظيفة، وهؤلاء الآلهة الثلاثة أو ما يسمونهم بالأقانيم. الأقانيم هذه تسمعون هذه الكلمة جدا كثيرا عند أصحاب المذاهب الأخرى. الأقانيم هي جمع أقنوم، الأقنوم هو الشخص أو الشيء القائم بذاته الغير محتاج إلى أحد، هذا ما معنى أقنوم، وهي كلمة سريانية قديمة ليست أوروبية إنما كلمة سريانية قديمة. طبعا والمسلمون أو من يتبنى الإسلام أيضا قالوا بمسألة التثليث، عندما نحن الآن سنأخذ نبذة على بعض العقائد إن شاء الله عند نهاية كلامنا على شرح متن العقيدة الطحاوية، سنأخذ كل المذاهب المعاصرة إلى غير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وندرسها مذهبا مذهبا، ولكن هنا نعرج عليها بما أننا نتكلم على كيفية انتقال هذه العقائد من القديم ثم يتبناها الناس شيئا فشيئا حتى وصلت إلينا. أيضا ممن قال بالتثليث ممن ينسبون إلى المسلمين من يسمون بالنصيريين، النصيريين أو يسمون الآن سموا زورا ومهتانا طبعا سماهم الفرنسيين بعد احتلال بلاد الشام، من يسمون بالعلوية الآن الذين هم يعني عائلة هذا السفاح الذي يقتل السوريين وطائفة موجودة في بلاد الشام من يسمون الآن بالعلوية، فهم يقولون بالتثليث. طبعا عندهم الإله الخالق هو علي رضي الله عنه، والباب الذي تصل به إلى هذا الخالق هو سيدنا محمد الذي بدونه خلق سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي خلق الأيتام الخمس الذين هم عبد الله بن رواحة وعثمان بن عفان وغيره، وكل واحد من هؤلاء الأيتام الخمس مسؤول عن شيء في هذا الكون، هذا
يصرف الأرواح وهذا يقبض الأرواح وهذا مسؤول عن الرعب والصواعق إلى غير ذلك. وهذا عقيدة، طبعا هذه العقيدة نعم لم تلقى عليه زورا، ولكن هذا من كتبهم. إذا أردتم ترجعون إلى كتاب الباكورة السليمانية لسليمان الأضني، وهو من هذه الطائفة طبعا. وهؤلاء تبنوا كما قلنا مسألة التثليث، كما قلنا مثل ما سنتكلم الآن عن أن تبنى مسألة الحلوليين. طبعا قد يقول قائل يعني كيف هؤلاء نراهم مثلا رئيسهم ولا غيره يصلي الصلوات. طبعا هذه الأسئلة دائما ما تتوارد عندما نتكلم على بعض الفرق الضالة، قد يقول بعض هؤلاء مثلا يصلي أو هذا كذا إلى آخره، وأنتم مثلا ربما رأيتم رئيسهم مثلا هذا أو والده الهالك يعني يدخل إلى المساجد ويصلي إلى آخره. طبعا هذا من باب لبس لبوس الإسلام للوصول إلى غاياته السياسية إلى غير ذلك. فهو والد هذا الرئيس عندما قام بهذا الانقلاب الذي قام به لم يسمح له بتولي الرئاسة، لأن الدستور الذي كان موجودا آنذاك في بلاد الشام في سوريا ووضعه الفرنسيين كان يقول أن الرئيس لابد أن يكون سنيا، لأن الطائفة الغالبة والطائفة الكاثرة منها هم الطائفة السنية في سوريا. قالوا له لا يسمح لك بأن تكون رئيسا مع أنه هو الذي قام بالانقلاب. قال ماذا أفعل؟ قال يجب عليك أن تتسنى. فذهب إلى مفتي البلاد في ذلك الوقت وأعلن أنه تسنى، حتى أن السوريين إذا أرادوا أن يستهزئوا بذلك إذا قيل لهم كيف يحكمكم علوي وهو يعني الطائفة قليلة وطائفة مستضعفة يعني يقولون لك لقد تسنى، ويمسكون على أسنانه ماكر. أي هذا أصبحت له أسنان، وفعلا فقد أكلوا الأخضر واليابس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل ملكهم عاجلا غير آجل. إذن فهؤلاء يعني نحن نذكر نبذة عن كيفية انتقال هذه العقائد القديمة وتبنيها ممن ينسبون زورا على الإسلام. نعود إلى مسألة الحلوليين الذين تكلمنا عنهم. طبعا أول من أظهر هذا الفكر الحلولي إلى غير ذلك في أمة الإسلام هم الروافض، عندما أله سيدنا علي رضي الله عنه. وفي ذلك يقول الإمام عبد القادر البغدادي: الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام، وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع وتفصيل فرقها، وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الرافضة. كما قلنا هؤلاء أول من أظهر بدعة الحلول في الأمة الإسلامية. طبعا والحلول ليس قاصرا طبعا على غلاة الروافض، فقد تبناه أيضا كثير من فرق التصوف. وفي ذلك يقول الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله قال: وفي النساك من الصوفية من يقول بالحلول، وأن البارئ سبحانه وتعالى يحل في إنسان وسبع وغير ذلك من الأشخاص. طبعا هذا الكلام قاله في مقالات الإسلاميين، في كتابه مقالات الإسلاميين. إذا حتى الإمام أبو الحسن الأشعري وغيره قد شنع على هؤلاء، وأكثر العلماء على أن الصوفي المعروف بالحلاج الذي يعني اشتهر بدعاته في ذلك الزمان كان يقول بالحلول. وانظروا ما ينسب إليه من أقوال الشعر، قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ليس في المرآة شيء غيرنا، قد سهى المنشد إذ أنشده، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرتنا. وهذا إلى غير ذلك من الأقوال التي نسبت إليه من الشعر الذي كان ينشده والذي هو يصرح بمسألة الحلول. طبعا هو استتيب الحلاج وغيره أيضا يعني في هذه البدعة مسألة الحلول قتل يعني عديد من هؤلاء الرؤوس، وهو استتيب يعني في عهد المعتضد بالله فترة طويلة من الزمن في السجن، ولكنه يعني بقي على ما هو عليه حتى قتلوه في ذلك. قال: سئل إبراهيم بن شيبان عن الحلاج فقال: من أحب أن ينظر إلى ثمرات الدعاوي الفاسدة
فلينظر إلى الحلاج وإلى ما صار إليه. لماذا هو قال ابن شيبان هذا الكلام؟ لأن الحلاج في بداية أمره كما يذكر هو يعني كما ذكر في تاريخ بغداد أنه سئل سأله أحدهم قال له ما هذا القول الذي يقوله فيك الناس أنك مجاب الدعوة وأن يعني إذا ضربت كفك بالتراب أخذت دراهم إلى غير ذلك. قال هذا ما يقوله عني الناس زورا وبهتانا، هذا في بداية أمره. قال جاءني أحدهم ببعض دراهم قال لي أعطيها لبعض الفقراء، فوضعتها في مكان تحت سارية المسجد، والمساجد في ذلك الزمان لم تكن مفروشة طبعا كانت ترابا. قال فوضعتها في مكان في تحت سارية المسجد. قال ولم يجد في يومها من يحتاج إلى هذه الدراهم. ومن الغد عندما اجتمع علي الناس وبدأوا يسألونني أشياء جاء أحد يستحق هذا المال، فمددت يدي وأخرجت له، فقالوا إن الحلاج إذا ضرب كفه بالتراب أخرج دراهم إلى غير ذلك. هذا في بدايته كان ينكر هذا، ولكن فيما بعد نعم أصبح هو كما أورد بعض المؤرخين أنه هو الذي يدعي ذلك، وحتى ابنه لما رواه قال لقد تغير حاله بعد أن زار بلاد المشركين البلاد المشرق في الهند وغيره وبدأ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فتغير حاله بعد رجوعه من ذلك المكان. لذلك كثير من الناس كانوا ينسبون إليه أنه مخدوم من الجن إلى غير ذلك من البدع التي كان يأتي بها. لذلك قال لما سئل إبراهيم بن شيبان قال من أحب أن ينظر إلى ثمرة الدعاوى الفاسدة، هذا هو ثمرة الدعاوى الفاسدة. إذا رأيت إنسان على غير هدى كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أعظم كرامة هي الاستقامة. إذا رأيت إنسانا مستقيما طيلة حياته على منهج الله سبحانه وتعالى فهذه أعظم كرامة له من الله سبحانه وتعالى. فقل أن يثبت إنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى عمرا أو دهرا ولا يؤثر عليه خطأ. لذلك يقول الإمام الشافعي أعظم كرامة هي الاستقامة. حتى عندما كما قلنا نودي به ليستتاب فسئل سأله وقتها الوزير، طبعا بعض المؤرخين يقولون أن هذا الوزير تحامل عليه ويعني قتله قبل أن يصدر يعني أن يتبين أمره. المهم من ضمن الأسئلة التي سئلت سألها الذين كانوا يستجيبونه في ذلك قالوا كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الربوبية، لماذا؟ لأنهم وجدوا كتابا عند بعض أتباعه يقول مكتوب فيه من الرحمن الرحيم إلى فلان، فلما مسك هذا الكتاب وقيل له أهذا خطك؟ قال نعم. قالوا له كنت تدعي النبوة فأصبحت تدعي الربوبية، فقال وانظر هنا إلى فلسفة الاتحاد أو فلسفة الحلول. قال ما أدعي الربوبية؟ قال أنا لا أدعي الربوبية ولكن هذا عين الجمع عندنا. ما معنى هذا عين الجمع؟ أي هذا هو عين الحلول عندنا أنه يجتمع المخلوق مع الخالق. قال هل الكاتب الذي كتب يعني هذه الرسالة هل الكاتب إلا الله وأنا واليد فيه آلة؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى تجسد في جسده فأصبح هو آلة وكتب في ذلك. وأيضا ممن تبنى هذا إلى آخره معروف إمام الصوفية أبو يزيد البسطامي والصوفية. طبعا الصوفية إلى الآن ما يطرأ إلى الآن كثير منهم من يترضى على الحلاج ويتغنى بزهد وكرامات أبو يزيد البسطامي. طبعا أبو يزيد البسطامي فيما نسب إليه كما ينقل الإمام الذهبي والإمام الذهبي حتى الإنسان يكون دائما عدلا في ذلك. نحن الآن إذا ذكرنا اسم الحلاج أو أبو يزيد البسطامي أو غيره من الناس نحن نتكلم على نقول وصلت إلينا، لذلك لا نطعن مباشرة فنقول هذا الكلام يؤدي إلى كذا أو إن صح هذا النقل فهو كذا، فهذا هو العدل في ذلك حتى الإنسان لا يلقي كلاما جزافا ويتهم أشخاصا قد يكون النقل غير صحيحا عنهم إلى غير ذلك. وهذا كما قلنا ما قاله حتى الإمام الذهبي في ذلك بعد ما ذكر كثير من الأشياء ومن الأبيات
والكلام الذي نقل على أبي يزيد البسطامي منه أنه كان يقول في بعض الأحيان سبحاني، وكان يقول لما تعذب هؤلاء اليهود، هبهم لي ما تستفيد من عذابهم، إلى غير ذلك من الكلام الذي نقل عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في هذا الكلام، يقول وقد صحح بعضهم هذا النقل، أي الإمام الذهبي يتبرأ من أن يحكم على هذا النقل إن كان صحيحاً أو غير صحيح. قال وقد صحح بعضهم هذا النقل وقالوا إنما قاله حال سكره. طبعاً السكر عند الصوفية ما نسميه نحن اليوم بالتخمر، ليس السكر أن يشربوا مسكراً، ولكن إذا وصلوا في مرحلة ما من الذكر ومن الحالة التي يسمونها حالة العارفين إلى غير ذلك، يصلون إلى مرحلة تسمى حالة السكر، التي يسميها في إذا ذهبتم إلى بعض الزوايا عندنا فأين تقام مثل هذه الحضارات، يسمون هذه حالة التخمر. نعم، إذا تخمر الإنسان يصبح يتكلم بكلام. قالوا إن صح هذا فقد يكون قاله حالة سكره. طبعا وحالة السكر هذه ما يسميها كما قلنا الصوفية فناء الذات في المخلوق، في الخالق عفوا، فناء الذات، أي تفنى ذاته في ذات الخالق، فيعني يصبحون شيئا واحدا كما يدعون في ذلك. طبعا هذا الكلام ونحن ننكره، ولكن الصوفية إلى الآن لا زالوا يرفعون من شأنه. طبعا لا أتكلم على كل الصوفية، ولكن ولاتهم الذين يقولون بهذا الشيء لا زالوا يرفعون من شأن هذا، ويقولون إذا وصل الإنسان إلى هذا فهذه مرتبة العارفين. نعود إلى كلام الهنود، ماذا قالوا؟ إذا الإنسان المرحلة الأخيرة من مراحل التوحيد عنده أن تصبح ذرة كل شيء متجسدة في ذات الله، هذه هي فناء الذات في الخالق. وهذه المرحلة عند المتصوفة يسمونها مرحلة العارفين. وفي ذلك يقول عبيد الله النقشبندي طبعا من أئمة الصوفية، يقول في كتابه الأنوار القدسية، يقول إن العارف، من هو العارف؟ هنا في تعريف العارف يعرف من هو العارف. قال إن العارف من فنيت ذاته وصفاته في ذاته تعالى وصفاته، فلم يبقى له اسم ولا رسم، وهذا هو الحلول المطلق. وهذه الكتب لا زالت تطبع إلى الآن، ولا زال أتباعها يقولون بها. طبعا هم قد يؤولون إلى غير ذلك، ولكن هذا الكلام على ظاهره لا يفهم منه إلا الحلول. نمر إلى فرقة أخرى كنا دائما نتكلم عليه، وهم المعتزلة. المعتزلة الذين يعني كانوا الأصل ربما في ظهور الأشاعرة وما بعدهم إلى غير ذلك، وهم يعني تبنوا مذاهب الجهمية. طبعا لن نذكر الجهمية ربما سنذكرهم في المستقبل، لأن الجهمية تقريبا يعني لم يبقى لهم ذكر إلا توزعوا بعض أفكارهم عند بعض الفرق الأخرى. طبعا المعتزلة تسمى المعتزلة وتسمى القدرية وتسمى أهل العدل وتسمى العدلية وتسمى المقتصدة والوعلية، كل هذه أسماء تعود على فرقة واحدة. سبب ظهور المعتزلة، طبعا المؤرخون مختلفون في سبب ظهور المعتزلة، بعضهم يقولون ظهور الاعتزال ظهر إنما هو بمحض نقاشات فكرية وجدالات، فظهر هؤلاء المعتزلة، ويذكرون لذلك ثلاثة أسباب. السبب الأول أو الحالة الأولى التي يعني اعتزل فيها واصل بن عطاء وهو رأس المعتزلة، عندما كان يجلس في حلقة الحسن البصري رحمه الله، وعندما قال بمسألة المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة ونهاه عن ذلك الحسن البصري، اعتزل مجلسه، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا من وقتها المعتزلة. وقيل انهم
اعتزلوا المسلمين بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، لأن المسلمين لم يقولوا بهذا وهم الوحيدين الذين قالوا بهذا، فقيل أنهم سموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا المسلمين، أي ابتعدوا عن المسلمين بقولهم في هذه المسألة. وقيل أنهم اعتزلوا لأن قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة، لأن المرتكب الكبيرة عندهم هو فاسق وهو في نار جهنم مخلد إذا لم يتب من هذه الكبيرة. الأمر الثاني الذي قالوا في سبب ظهور المعتزلة، قالوا هو ليس سببا علميا ولا فكريا، ولكن هو سبب سياسي، بما أنهم اعتزلوا الفرقتين اللتان كانت اقتتلتا في ذلك الزمان، وهو سيدنا علي وعمار بن ياسر وأتباعه، والفرقة الثانية التي فيها الزبير بن العوام إلى آخره في موقعة الجمل، والسيدة عائشة إلى غير ذلك. إذا فسموا، قيل أنهم سموا معتزلة لأجل ذلك. المهم، سواء كانت نشأة المعتزلة ثمرة لنقاش فكري أو لنقاش سياسي، لابد أن نعود إلى جذور المعتزلة. أولا، المعتزلة في تأثرهم بما قالوا به إنما تأثروا بآراء الفلاسفة أولا، والعقائد الهندية والعقائد النصرانية. وسبب ذلك أنه كانت هناك نقاشات موجودة في ذلك الزمان، هل الإنسان حر مختار فيما يفعله أو أنه مجبر مكره فيما يفعله؟ وهذه طبعا هذه المسألة بالذات تناقشت فيها حتى العقائد القديمة، ولذلك عندما تبناها المعتزلة وناقشوها تجد أنهم ساروا على كثير من القواعد التي وضعها إما الفلاسفة أو الهنود وغيرهم في ذلك. طبعا من أبرز قادة هذا التيار عبد الرحمن بن الأشعث، وقد قتله الحجاج عام 80 للهجرة. طبعا الحجاج لم يقتله برأيه الاعتزالي، ولكنه قتله بعد يعني عندما خرج عليه، لأن يعني الحجاج بن يوسف كما تعلمون في أول عفوا قلت أنه معبد الجهني هو الذي قتله الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث. معبد الجهني هو أول من تكلم بمسائل الاعتزال، ولكن كانت مسائل مفرقة لم يضع لها قواعد، بعض المسائل الاعتزالية تكلم بها، ثم يعني لم يلمث أن قتله الحجاج بن يوسف لأنه خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث وحاربوا الحجاج بن يوسف فترة طويلة، وهزموا الحجاج في عدة معارك، ولكن الحجاج في الأخير انتصر عليهم وقتله. إذن هو لم يقتله لأنه لآرائه الاعتزالية، ولكن قتله في حرب لأنه خرج عليه بالسيف. أيضا ومن رؤوس هذا المذهب غيلان الدمشقي، وبدأ ظهوره في زمن عمر بن عبد العزيز إلى أن قتله هشام بن عبد الملك في ذلك. ثم الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، وهم يعني لهم أصول مشتركة مع المعتزلة. الجهم بن صفوان طبعا أيضا وقد قتله سلم بن أحرز في مرة. أيضا ومن رؤوس هذا المذهب الجعد بن درهم، طبعا معروف قصه الجعد بن درهم، وفي نفيه للصفات كليا عن الله سبحانه وتعالى كأنه جعله ذاتا من غير صفات. ونحن كما أصلنا في القواعد عندما قلنا أن أي شيء موجود لابد أن يكون له صفات، الذي ليس له صفات ما هو؟ العدم. العدم ليس له صفات، أما كل شيء موجود لابد أن يكون له صفات. فهذا الجعد بن درهم نفى عن الله سبحانه وتعالى طبعا بقصد التنزيه، نفى عنه كل الصفات وبقي مصرا على ذلك واستتيب في ذلك، فلم يتب حتى
قتله عبد الله القصري والي الكوفة. طبعا قصته معروفة كيف قتله، أنه يوم عيد الأضحى بعد أن خطب خطبة العيد قال: أيها المسلمون، يهنأ الله لكم أضاحيكم، ضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل على المنبر وذبحه. نعم، بعد أن استتابه فترة طويلة من الزمان ولكنه لم يتف ذلك. هؤلاء كلهم كانوا يقولون بالفكر بعض أفكار المعتزلة، ولكن أفكار متفرقة لم تجمع في مذهب، لم تجمع في إلا على يد واصل بن عطاء، هذا الذي كان يجلس في حركة نعم سيدنا الحسن البصري رحمه الله. طبعا والمعتزلة حتى نبين سريعا يعني قواعدهم إلى غير ذلك، هم طبعا يقدمون دائما العقل على النقل، وانقسموا إلى طوائف عدة، هذه الطوائف لا يجمعها إلا القواعد الخمس التي سنذكرها الآن. القاعدة الأولى التوحيد، القاعدة الثانية العدل، الثالثة الوعد والوعيد، سنشرحهم الآن بإذن الله تعالى حتى نبين ذلك. المسألة الرابعة المنزلة بين المنزلتين، هذه الأمور الخمس التي نتكلم عنها هي التي بقيت تجمع شتات فرق المعتزلة، لأنهم فيما بعد تفرقوا عدة فرق. المسألة الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الذي يرى أنه هذه القواعد يعني هذه المسائل لا حرج فيها، ربما ما عدا المسألة المنزلة بين المنزلتين، بقية القواعد أربعة أخرى الأصول أربعة في ظاهر أسمائها لا شيء فيها، ولكن عندما ننظر فيها الآن بتفصيل سنذكر كيف خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. أولاً التوحيد، خلاصة رأيهم فيه هو أن الله تعالى منزه عن الشبيه، ليس كمثله شيء، ولا ينازعه أحد في سلطانه، ولا يجري عليه شيء، مما يجري على الناس، طبعا الذي ينظر في ظاهر هذا الكلام، لا شيء فيه، لا بأس به، ولكن ما الذي يندرج تحت هذا التعريف؟ أولا أنهم قالوا باستحالة، بما أنهم قالوا لا يجري عليه شيء مما يجري على الناس، قالوا باستحالة رؤيته حتى في الآخرة، قالوا أن الإنسان أن المؤمنين لا يرون ربهم حتى يوم القيامة، وهذا مما خالف فيه أهل السنة والجماعة. أيضا وأن الصفات ليست شيئا غير الذات، وإلا تعدد القدماء في نظرهم. ما معنى هذا الكلام؟ هم بالمجمل نفوا الصفات بقولهم إن الذات هي الصفات. لماذا؟ قالوا إذا قلنا أن الصفات خارجة على الذات، ونقول أن الصفات موجودة بوجود الذات، فهذا ماذا يعني في قولهم في نظرهم؟ أنه تعدد القدماء، ونحن علمنا أنه لا قديم بمعنى الإخبار غير الله سبحانه وتعالى، فهو الأول. إذا قالوا إذا قلت أن الصفات هي خارجة عن الذات، فهذا يعني أن الصفات هذه موجودة بوجود الذات، وهذا يعني أن الأولون كثير وليس الذات واحدة. طبعا هم في ذلك يعني ابتعدوا كثيرا، وإلا فإن أهل السنة يقولون أن الذات غير الصفات، والصفات لا تنفصل عن الذات. فهمنا؟ الصفات موجودة بوجود الذات، ولكنها ليست ذات الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تسأل الله سبحانه وتعالى
تقول يا الله أعطني، فأنت سألت الله بذاته، فهمنا؟ أما إذا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك بنور وجهك، أو أني اللهم أني أسألك بعزتك التي لا ترى إلى غيرك، فأنت سألت الله بصفة من صفاته، فالصفات غير الذات ولكنها لا تنفصل عن الذات. لذلك هم قالوا طبعا على بناء على القواعد العقلية، قالوا إذا قلنا أن الصفات غير الذات فهذا يعني تعدد القدماء، وقد ابتعدوا في ذلك إلى غير ذلك مما يندرج من المخالفات تحت هذا البند الذي تكلم عنه في مسائل التوحيد. ثانيا الأمر الثاني تكلم عنه مسألة العدل كما قلنا، أو الأصل الثاني الذي يجمعهم وهو العدل. ونحن طبعا ذكرنا تعريفهم للعدل في الحصص الفارقة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا، ولا يجوز ولا يجب ولا يجوز له أن يفعل ما هو شر لعباده إلى غير ذلك. طبعا الحسن والقبيح عندهم كما قلنا هو الحسن العقلي والقبيح العقلي، إذا الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يفعل القبيح لعباده إلى غير ذلك من تعريفهم للعدل. وبذلك أنكروا كما ذكرنا في مسألة الإرادة، تكلمنا عن مسألة الإرادة في الحصة الفارقة التي قبلها، أنكروا الإرادة التي هي بمعنى المشيئة، وقالوا إن العبادة يخلقون أفعالهم السيئة، إن العبادة يخلقون أفعالهم السيئة. ما في مسألة العدل؟ العدل عندما ربما لا أدري كنت موجودا في، عندما تكلمنا عن مسألة العدل هم عرفوا العدل، عرفوا العدل ثم نقلوا هذا التعريف إلى تعريف العدل بمعنى الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكرنا أن العدل الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو في صالح العباد، ولا يفعل ما هو قبيحا. طبعا ذكرنا قبل ذلك قاعدة أن القبيح والحسن هو القبيح العقلي والحسن العقلي، ليس القبيح الشرعي والحسن الشرعي. إذن فهم حكموا على أفعال الله سبحانه وتعالى طبقا لمقاييس البشر، أنزلوا أفعال الله أفعال الله سبحانه وتعالى طبقا لمقاييس البشر، فما قبحه العقل فلا يجوز وليس من أفعال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يرده ولم يشأه ولم يأمر به. وما كان حسنا عقلا عندهم فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعله، وهذا أيضا من زلالهم بأنهم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يجب عليه، الله سبحانه وتعالى لا مكره له سبحانه وتعالى، فهو كما ذكرنا لم يوجب عليه أحد شيء ولا أحد يوجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. فالله سبحانه وتعالى عندما قال إني حرمت الظلم على نفسي فهذا فضل منه ومنة وتكرم سبحانه وتعالى، وإلا فلم يكرهه أحد سبحانه وتعالى على أن يحرم الظلم على نفسه. من هذه التعريفات أنكروا المشيئة، الإرادة بمعنى المشيئة، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ لعباده بأن يزني الزاني أو يكفر الكافر أو يقتل القاتل إلى غير ذلك، وإنما العباد هم من خلقوا أفعالهم والله لا دخل له بذلك. نعم، وإن شاء الله نحن سنتكلم على مسألة القضاء والقدر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن نتكلم على قريبا ننتهي من مسائل التوحيد، سنتكلم بإذن الله تعالى على الإيمان بالأنبياء والملائكة، وسنتكلم على القضاء والقدر بأكثر تفصيلا ونتعرض إلى هذه الأقوال بأكثر تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أو الأصل الثالث كما قلنا الذي يجمع شتات طوائف المعتزلة الوعد والوعيد كما ذكرنا. ما معنى الوعد والوعيد؟ يعني أن يجازي الله سبحانه وتعالى، أن يجازي الله سبحانه وتعالى المحسن إحسانا ويجازي المسيء سوءا. وماذا أيضا؟ لو توقفوا هنا ربما لوجدنا تأويلا في ذلك، ولكنهم أيضا أضافوا ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب. لذلك هم
يقولون بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم ما لم يتب منها قبل موته، ويتحققون من ذلك كأنهم قاسموا الله سبحانه وتعالى في علمه بذلك، ويتألون على الله سبحانه وتعالى في ذلك. والعجيب في الأمر أن البعض منهم كما سيمر معنا عند ذكر بعض أئمتهم يعني كان يصفه المؤرخون بأنه كان خليعا، يعني بمعنى أنه ذا قلة دين وقلة مروءة إلى غير ذلك، ومع ذلك وهو يقول بالمنزلة بين المنزلتين وهو يفعل ذلك، إضافة إلى بعض الذي كان كما قلنا في عهد الجبار المعتزل عندما تولى القضاء كيف أصبحت له ثروة طائلة إلى غير ذلك. الأصل الرابع الذي يجمعهم مسألة المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، ويعني أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر، في منزلة بين الإيمان والكفر، فليس بمؤمن ولا كافر، فليس بمؤمن ولا كافر. طبعا وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمعصية، أي معصية يقترفها إلا الشرك. إذا الإنسان ارتكب أي معصية سواء صنفت هذه المعاصي كبائر أم صغائر فلا يجوز لك أن تكفر هذا المسلم، ويبقى يحمل صفة الإسلام ما دام لم ينقض هذا المبدأ وهو مبدأ الإيمان. نعم. هل يرون المعتزلة أن الإيمان يزيد؟ نعم. هل يرون بزيادة ونقصان الإيمان؟ المعتزلة في مسائل الإيمان سنتعرض لهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن مسائل الإيمان نفس الفرق نفسها، يعني تجد مثلا أن بعض الأشاعرة والماتريدية والعلماء تجد عندهم مذهبا واحدا في ذلك، ولكن تجد أن أئمتهم يعني يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، وذلك حتى في مسائل عهد المعتزله خاصه، مسائل عهد المعتزله انه كما ساذكر الان انهم يقررون قاعده اذا كل انسان مكلف على حسب ما يصله اجتهاده. هم لماذا توزعوا الى هذه الطوائف الكثيره؟ وتجدون ان كثير من الطوائف هو يكون التلميذ خالف شيخه في مساله ما، اذا يجب على هذا التلميذ ان تكون له طائفه معينه، تكون طائفه مستقله به، لأنه إذا خالف لأنه لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما يصل فيه اجتهاده. نعم، سنتكلم عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل. نعم. سألت هذا السؤال لأنني لم أفهم ماذا يقصدون بالضبط بين المنزلة بين الإيمان والكفر. نعم. ماذا إذا؟ لذلك هم عندما يتكلمون بعد يذكرون مسألة سنمر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى إذا تكلمنا في المستقبل مسألة عند الأشاعرة، وهذه المسألة التي يقول بها قالوا هذه من ألغاز من الألغاز التي لا تحل، مسألة المنزلة من منزلتين، ومسألة أخرى في مسائل التوحيد قال أبو الحسن الأشعري صلى بإذن الله تعالى سنشرحها لأنها تحتاج إلى شرح. فهذه المنزلة بين المنزلتين هو أن هذا لا يطلق عليه لا مؤمن، لا يسمى مؤمنا، وأيضا لا يسمى كافرا، بمعنى أنه لا تجري عليه أحكام المؤمنين ولا أحكام الكفار بأنه مثلا يستتاب أو يقتل أو لا توزع تركته أو لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأيضا لا تجري عليه أحكام المسلمين في حياة الدنيا بأنه لا تقبل شهادته إلى غير ذلك. وقد شنع في ذلك واصل المعطاء عندما قال عندما تكلم على مسألة الفتنة التي وقعت بين سيدنا علي وسيد عائشة وعبد الله بن الزبير بن عوام وغيره، قال كلمة عظيمة وهو بأنه فسق الطائفتين وهم فيهم أكابر الصحابة، وقد فسق الطائفتين لماذا؟ لأن الاقتتال عنده طبعا القتل كبيرا، لذلك هو فسق الطائفتين وقال لو جاء عندي علي بن أبي طالب أو زبير لما قبلت شهادة أحدهم، واضح لأنه لم يجري عليهما أحكام المؤمنين لأنهم في نظره ماذا؟ ارتكبوا كبيرة. الأصل الخامس
طبعا سنتكلم على هذا المسائل المرتكبي الكبيرة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى غير ذلك عندما يذكر ذلك مع الإمام الطحاوي رحمه الله. الأصل الخامس الذي يجمع شتات المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قرروا وجوب ذلك على المؤمنين. قرروا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المؤمنين نشرا لدعوة الإسلام. نشرا لدعوة الإسلام وهداية للضالين وإرشادا للغاوين. كل بما يستطيعه. كل بما يستطيعه. فذو البيان ببيانه. والعالم بعلمه. وذو السيف بسيفه. طيب ما الذي يندرج تحت هذا؟ ما الشيء الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة؟ أنهم أوجبوا الخروج على الحاكم بمجرد المعصية، الخروج بالسيف طبعا. أوجبوا الخروج بالسيف على الحاكم لمجرد الانحراف على الحق، أي مجرد المعاصي أو الظلم أو إلى آخره. فيجب حينها على المسلمين على حد زعمه أن يخرجوا على هذا الحاكم بالسيف. طبعا قد يقول قائل يعني هذه العقائد واضحة البعد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه السلف الصالح، لماذا انتشرت يعني الانتشار الكبير في فترة من الفترات؟ هذا يعود إلى الحديث أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. عندما تتبنى الدولة ويتبنى الحاكم مذهبا ما فإنه ينتشر، عندما يتبنى عقيدة ما فإنه يفرضها على الناس ويلزم الناس بها. ولا أدري لماذا دائما يلزم الناس بالضلال وبالبعد، ولكن عندما نريد إلزامهم بالحق نجد أنه لا طاقة لذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن ننظر إلى كل العقائد التي انتشرت وهي بعيدة عن عقائد أهل السنة والجماعة، ما انتشرت إلا بأن السلاطين قوموها ودعوا إليها إلى غير ذلك. طبعا المعتزلة متى على نجمهم ويعني ارتفع صوته في عهد الدولة العباسية وخاصة في عهد المأمون. والمأمون طبعا اعترف الاعتزال على يد بشر المريسي وثمامة بن أشرس. طبعا ثمامة بن أشرس هذا يعني هو من أكثر من أثر في المأمون وجعله يعني يعتنق هذا المذهب. مع ذلك هذا الرجل بالذات كان يوصف بسوء الخلق والخداعة في الدين، ولا أدري أين وضع نفسه في المنزلة بين المنزلتين أو أين وضع نفسه. وكل من ترجمونه كانوا يصفونه ب يعني قلة الدين وغير ذلك. إذا قلنا انتشر هذا المذهب وقويت شوكته في عهد المأمون بعد أن اعتنق هذا المذهب على يد بشر المريسي وثمامة بن أشرس وابن أبي داود الذي يعني كان يناظر الإمام أحمد يعني في مسألة القول بخلق القرآن إلى غير ذلك. وهذا تولى القضاء داود خاصة تولى القضاء في عهد المعتصم وابنه. طبعا في هذا الزمان بالذات بعدما عليت علي صيته وأصبح الناس يفتتنون ويرغبون على القول بأقوال المعتزلة. وطبعا القصة قصة الإمام أحمد مشهورة، والعلماء من أقرانه عندما افتتنوا وأجبروا وعذبوا وسجنوا في سبيل أن يقولوا إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، فأبى الإمام أحمد ذلك وثبته الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكنه لقي من البلاء في ذلك الشيء الكبير، فقد سجن فترة طويلة وكان يجلد حتى يغمى عليه رحمه الله. بعدين عندما تولى المتوكل الخلافة أطلقه وقمع شوكته ورفع من يعني أهل السنة والجماعة في ذلك. ولكن بقوا مستوطنين في ذلك أربعة، بقيت دولة المعتزلة 14 سنة
هذه في دولة الخلافة، ثم فيما بعد توزعت في أنحاء الدولة الإسلامية، ولكن بقيت بعض دويلات كما ذكرنا عندما الحصة الفائتة عندما قلنا عنه. هذا عبد الجبار المعتزلي وهو أحد رؤوس الاعتزال عندما تولى القضاء وكان كما يسمونه قاضي الجماعة في الري، ولاه العباد، وهذا يعني كان رافضيا لذلك. طبعا كانت وقت دولة الروافض بدأت تنشأ، فهو الذي ولى، لأن الروافض والمعتزلة يلتقون في عدة عقائد. نعم، قلنا إذا لما تولى المتوكل قمع شوكته وأعلى من أهل السنة والجماعة، ثم عندما كان في دولة البويه هذه توطدت العلاقة بين الشيعة والمعتزلة وانتشر مذهبه هناك، وتولى هذا عبد الجبار المعتزلي قاضي الجماعة في الري إلى آخره. ثم قال، نذكر كلام المقريزي، كان يقول: إن مذهب الاعتزال فشل تحت ظل الدولة البويهية. الدولة البويهية طبعا هي دولة الروافض التي نشأت في منطقة الري، تحت ظل الدولة البويهية في العراق وخراسان وما وراء النهر، وبرز طبعا الشريف المرتضى الذي الآن الشيعة يعتبرونه من مراجعهم إلى غير ذلك، مع أنه كان رافضين ولكنه كان على كثير من الأفكار الاعتزالية. طبعا من أبرز مؤسسي هذا المذهب نذكر أيضا أبو الهذيل حمدان الهذيل العلاف، وهو شيخ المعتزلة، توفي 226 هجري. إبراهيم بن يسار بن هانة، توفي 231 هجري. بشر ابن المعتمر، توفي 226 هجري. وهذا له نظريات يعني عديدة، منها النظرية المعروفة عند المعتزلة آنذاك، تسمى بالمتولدات. هذه نظرية تسمى بالمتولدات، وهو قد أفرد فيها، طبعا سبقه إلى ذلك من قال بها، ولكنه هو استطرد في جميع، فقال إن جميع الألوان والمطعومات وإلى غير ذلك كلها من خلق البشر وليست من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى بالمتولدات، أي ما تولد على تجزئة الألوان أو المطعومات إلى غير ذلك فهو من خلق البشر وليس من عند الله سبحانه وتعالى. معمر ابن عباد السلمي، توفي 220 هجري. طبعا هذا من أعظم الناس الذي تكلموا في القضاء والقدر ونفى القضاء والقدر جملة وتفصيلا، خيره وشره عن الله سبحانه وتعالى، وخالف في ذلك حتى المعتزلة. المعتزلة لا ينفون إلا الذي يسمونه بالشر على حسب ما يصنفون ذلك بعقولهم. عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى، توفي 226 هجري أيضا، وهذا أيضا من ضلالاته أنه توسع في مسألة التكفير توسعا يعني مفرطا، حتى أنه كفر الأمة بأسره، وكفر أيضا طوائف المعتزلة الأخرى. طبعا تسمى طائفته المرادية أو عفوا المردارية. ثمامة المؤشرس، طبعا هذا الذي قلنا أنه أثر على المأموم في اعتقال اعتناق مذهب الاعتزال، توفي سنة 213 للهجرة. وكما قلنا أنه دائما ما يترجم له المؤرخون قالوا بأنه كان جامعا بين قلة الدين وخلاعة النفس، وهو كما قلنا يقول بالمنزلة بين المنزلتين مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد في نار جهنم. عمرو بن بحر طبعا الغني عن التعريف الملقب بالجاحظ، وهو ايضا من نشر او نصر المذهب المعتزلي في كتبه، والذي يقرا كتبه البيان والتبيين يجد ان فيه شيء الكثير من عقائد الفلاسفه التي ينصرها ويدعمها، خاصه في كتابه البيان والتبيين. ابو الحسين بن ابي عمر الخياط، طبعا هذا ايضا له بدعه، لذلك هؤلاء كلهم اصحاب مذاهب، ولكن كما قلنا تجمعهم الاصول الخمسه التي تكلمنا عنها. فهذا مثلا ابو الحسين ابن ابي عمر الخياط
هذا تفرد على بقية المعتزلة بقوله بأن المعدوم جسم. المعدوم جسم، طبعا هذا عندما نأخذ في مسائل بعض أصول الفلاسفة ستصلون إلى أن ما يقول به له درجات وقواعد أصلا إلى أن وصل إلى أن المعدوم جسم. تقول لي ما المشكلة إذا قال أن المعدوم جسم أو كذا؟ لا، هذا قول خطير. إذا قال أن المعدوم جسم فهذا يعني أن الكون الذي هو خلق وكل محدث خلقه الله سبحانه وتعالى كان جسما قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، لأنه كان في العدم، كان معدوما. فهذا يوصلنا إلى تعدد القدماء، فلا ينفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الأول. الله سبحانه وتعالى ألم يكن الله سبحانه وتعالى موجودا ولم يكن شيء موجودا معه؟ ما الذي هذا الشيء هذا الذي كان موجودا مع الله؟ ما هو؟ العدم. فهمنا؟ فإذا قال بأن المعدوم الجسم إذا كأنه لم يقل أن الله سبحانه وتعالى ليس الأول، وإنما كان هناك أشياء أخرى موجودة أول. كما قلنا يعني هؤلاء كلما يخالف أحد في مسألة نظرية يعني يفتتح طائفة ويؤسس طائفة لنفسه. طبعا من آخر يعني علمائهم أو أساطينهم عبد الجبار، هذا ابن أحمد بن عبد الجبار الهمداني، هذا الذي كنا تولى قضاء الري إلى آخره. نذكر طبعا سنذكر الآن بعض يعني مبادئ المعتزلة، ولكن أردت أن أقول أن بعد ذكرنا لترجمة بعض هؤلاء أن مذهب الاعتزال لم يعد موجودا الآن، لقد انتهى مذهب الاعتزال، ولكن آراؤه توزعت عند كثير من الطوائف مثل الأشاعرة والماتريدية والرافضة إلى غير ذلك، توزعت هذه الأفكار وبقي من يقول بها. والآن كما سنذكر بعد ما ذكرناها يعني كما ذكرنا في مسألة الحلول من يقول بالحلول من المسلمين، كما كذلك في مسألة هذه الاعتزال، حتى لا نكون قد تكلمنا على التاريخ بدون أن نسقطه على أرض الواقع، سنتكلم على بعض مبادئه ثم سنذكر من لا زال يتكلم بهذه العقائد. نقول إذا من مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل، من مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل كليا في استدلاله. وأنهم كانوا يحكمون بحسن الأشياء وقبحها عقلا. لذلك أول الصفات بما يلائم عقولهم. أيضا ولاعتمادهم على العقل طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة، وكما مر معنا قول واصل عطاء الذي قال بفسق الذين اقتتلوا في واقعة الجمل وفيهم علي بن أبي طالب وعمر بن ياسر وزبير بن عوام وعائشة إلى غيرهم من كبراء الصحابة. طبعا كما قلنا أنهم توزعوا على عدة طوائف، ما الذي جعلهم يتوزعون إلى هذه الطوائف؟ القاعدة التي أصلوها وأسسوا لها وهي كل مكلف مطالب بما يؤديه إليه اجتهاده في أصول الدين. احفظوا هذه القولة جيدا، سنجد من يقول بها في عصرنا الحالي. إذا كثرت الردود طبعا على المعتزلة وفند مثلا إلى غير ذلك طبعا من العقائد التي سنمر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نمر على بعض تفاصيل العقيدة بإذن الله. طبعا قلنا كثير الذين ردوا على هذا المذهب
بدءا من الكلاب الذي هو أصل مذهب الأشاعرة، سنتكلم عنه في حصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنهم أيضا وممن قمعهم ومن أكثر الناس الذين ردوا عليهم وكسروا شوكتهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضا، لأنه كان منهم وكان إماما فيهم. طبعا هو أبو الحسن الأشعري كما تعلمون تربى في بيت أبي علي الجبائي الذي كان زوج أمه، وأبي علي الجبائي هو رأس المعتزلة في زمانه، تعلم منه أبو الحسن الأشعري الاعتزال وبقي 40 سنة معتزلا، بقي 40 سنة معتزلا حتى أنه كان يقدم ويناظر إلى غير ذلك، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه وكان يتساءل بعض التساؤلات ولا يجد لها أجوبة. وكثير ممن ترجم لأبي الحسن الأشعري رحمه الله قال أن في سبب رجوعه على مذهب الاعتزال أنه كان يتساءل بعض الأسئلة ولا يجد لها أجوبة، فقام في ليلة من الليالي يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم نام، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى هذه المسائل التي هو نعم يعني استعصت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فلما استيقظ عرض كل ما كان يعتقده على الكتاب والسنة، فما وافق قال به وما خالف رفضه ورده، وبقي معتكفا في بيته 15 يوما، ثم خرج إلى الناس في مسجد في البصرة وصعد فوق المنبر وقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فإني أنا فلان وفلان، كنت أقول بخلق القرآن وكنت أقول بالمنزلة بين المنزلتين إلى غير ذلك من العقائد التي كان يقول بها، فها أنا أرجع عليها وأتوب من إلى الله منها إلى غير ذلك، وأصبح من أشد الذين قمعوا مذهب المعتزلة، حتى كما ذكرنا مرة أبو بكر الباقلاني وهو أحد أصحاب الإمام الحسن الأشعري قال لقد ظهر نجم المعتزلة إلى غير ذلك حتى قمعهم الله سبحانه وتعالى بأبي الحسن الأشعري رحمه الله. إذا قلنا هذا كان رحمه الله من أكثر من يعني رد وقمعهم الله سبحانه، حتى أنه يعني مرة لما كان يناقش وناظر زوج أمه في مسألة المشيئة التي تكلمنا فيها قال سأله قال هناك أخوان أحدهما عفوا هناك 3 إخوة، ضرب له مثالا بهذا وأراد أن يجيب عليه، وهذه من باب مناظرة العقل بالعقل، قال له هناك 3 إخوة أحدهما كان طائعا فأين مصيره؟ قال الجنة، بما أنهم يحكمون على ذلك مباشرة. قال والثاني كان فاسقا غير طائع لله سبحانه وتعالى فأين مصيره؟ قال إلى النار. قال والثالث مات صغيرا أي لم يبلغ الحلم. قال أين مصيره؟ قال لا إلى الجنة ولا إلى النار. فقال له إذا أراد هذا الصغير جادل أو ناقش ربه، قال له أي ربي لماذا لم تدخلني الجنة؟ لو أحييتني لعملت كما يفعل أخي هذا الذي نعم دخل الجنة فأدخل الجنة معه. فأجابه زوج أمي أبي علي الجبائي قال له سيجيبه الله ويقول له كنت أعلم أنك ستكون عاصيا لذلك اخترت لك الخير. طبعا يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير لعباده، طبعا هو يحاججه بما يقولونهم بفكره. قال سيقول له الله سبحانه وتعالى لقد علمت أنك إذا كبرت ستكون عاصيا فاخترت لك الخير فقبضت روحك قبل أن تبلغ الحلم. فأجابه أبو الحسن الأشعري قال له سيقول له الذي دخل إلى النار ربي لماذا لم تقبض روحي أنا؟ فما استطاع أن يحير جوابه، فكان يجادله بهذه الطرق حتى قمعهم، يعني حتى أفل نجمه ورحمه الله في ذلك. نعم قلنا إذن
كما قلنا هم يعني تأثروا بمذهب الفلاسفة واليونانيين إلى غير ذلك. ومن أفضل طبعا الردود كما ذكرنا رد بالحسن الأشعري وغيره في كتابه، في كل كتبه تقريبا أبو الحسن الأشعري إلا ويتعرض للمعتزلة ويفند أقوالهم إلى غير ذلك. طبعا من الردود القوية البارعة رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، أي أثبت شيخ الإسلام في هذا الكتاب أن العقل والنقل لا يتعارضان، وجاء بكل الأقوال التي يتكلم بها المعتزلة وفندها عقلا ولم يفندها بالنص، فندها عقلا حتى يثبت أن العقول غير متعارضة مع النصوص، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه النصوص بما يتوافق مع عقول البشر ولم يكلفهم شيئا آخر. وهو كتاب طبعا قيم جدا لمن أراد أن يطالعه. طبعا دائما ما يذكر أن المعتزلة يعتمدون على العقل ويعتمدون على العقل، طبعا ليس هذا ما ينكره أهل السنة عليهم. الذي ينكره أهل السنة أنهم يستعملون العقل فيما لا يستعمل فيه العقل، هذا الذي ينكره عليهم أهل السنة. فهم يستعملون العقل في الغيبيات ويريدون الوصول إلى حكم التي الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى من أمور غيبية إلى غير ذلك. هذا ما ينتقده فيهم يعني أهل السنة والجماعة، وإلا فإنهم يرغبون كما رغب الله سبحانه وتعالى في استعمال العقل في نصوص الكتاب والسنة، ولكن على فرض تعارض النقل والعقل. طبعا فالإنسان يتهم عقله بقصور فهم هذا النقل ويقدم النقل في ذلك. طبعا حدد العلماء حتى يعني لا يذهب ظن أحدكم أننا نغلق الباب بالكلية على العقل ولا يعني نلقي له اهتماما، لذلك أهل العلم وضعوا نقاط أو وضعوا يعني مسائل التي يتكلم فيها العقل أو يعمل فيها العقل حتى لا يتعارض يعني، وحتى لا يذهب الإنسان ويقول بأن هذا العقل تعارض مع نصوص الكتاب والسنة. أولا حدد كما قلنا العلماء مجال استعمال العقل، قالوا أولا أن لا يتعارض العقل مع النصوص الصحيحة، هذا أولا. ثانيا أن لا يكون استعمال العقل في الأمور الغيبية التي يعتبر الوحي فيها المصدر الصحيح والوحيد، التي يعتبر فيها الوحي المصدر الصحيح والوحيد. أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها، أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم يتضح حكمتها، وهو ما يعرفه العلماء بالأمور التوقيفية أو المسائل التوقيفية. طبعا نمر سريعا إلى جذور هذا المذهب. كما قلنا أنه هو تأثر بالفلاسفة وتأثر ببعض الهنود وبعض معتقدات اليهود إلى غير ذلك، قيل تكلم الناس كثيرا في ذلك، فنسبوا إلى جعد بن درهم هذا الذي قلنا أنه قتل، أنه أخذها عن طالوت، أخذ هذا الفكر عن طالوت، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي المعروف فتأثر بها. قيل أن هذا السبب هو يعني السبب في كلامه على مسألة الصفات إلى غير ذلك. أيضا وذكر أن مناقشات الجهم وصفوان الذي ذكرناه آنفا مع فرقة السمنية وهي فرقة هندية تقول بالتناسخ، مسألة التناسخ سنتعرض إليها بإذن الله تعالى بعد نهايتنا انتهائنا من شرح العقيدة، عندما نذكر المذاهب والفرق الباطنية ممن يقول بالتناسخ الآن، ممن ينسبون أنفسهم إلى المسلمين الدروز يقولون بالتناسخ، سنتكلم عن ذلك بإذن الله. إذا قلنا أن مناقشات الجهم لصفوان مع
أصحاب الفرقة السلمية التي هي فرقة هندية تقود بالتناسخ، هو الذي أثر فيما ذهب إليه. وأيضا قيل أنه فكر يوحنا الدمشقي هذا هو الذي أثر في بعض أهل الاعتزال الذين يعني أسسوا هذا المذهب، وخاصة يعني في مسائل نفي القدر وغير ذلك. ثانيا تأثر كما قلنا المعتزلة بالفلاسفة إلى غير ذلك، وخاصة سنذكر الآن قاعدة يعني هي قال بها المعتزلة، وهي نفس القاعدة التي قالها الفلاسفة، وهو قول أنباد قليس هذا الذي هو أحد تلاميذ أرسطو أيضا، قال إن الباري، طبعا انظر ماذا يقول أنباد قليس وهو فيلسوف يوناني، يقول إن الباري تعالى لم يزل هويته فقط، لم يزل هويته فقط، وهو العلم المحض، وهو الإرادة المحضة، وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق، لا أن هناك قوى مسماة بهذا الاسم، بل هو هي وهو هذه كلها. نفس هذا الكلام هو قولهم إن الصفات هي نفس الذات والذات هي نفس الصفات، نفس هذا الكلام الذي يقوله هذا الفيلسوف يعني استنسخه المعتزلة في قولهم عن الله سبحانه وتعالى في نفيهم للصفات، نفس هذا الكلام الذي قدمناه قبل قليل في قولهم إن الصفات هي الذات كما قال، وهو كما قلنا الآن هو نفس قول الفيلسوف هذا. نعم، وهذا كما قلنا بعض من تأثرهم بهذا الفكر. كما قلنا من تأثر بهذا الفكر من المعاصرين، كثير من الكتاب والمعاصرين تأثروا بفكر المعتزلة، ولكن أصبحوا يسمون أنفسهم بالمفكرين والمجددين والمدرسة العقلانية، ومؤخرا أصبحنا نستمع إلى مصطلح يعني جديد هو اليسار الإسلامي، موجود هذا يعني بعض الأحزاب يقول لك هذا حزب اليسار الإسلامي، كأنه الإسلام أصبح له يسار ويمين ووسط. وبعد قليل طبعا وهذا ما ستسمعونه بعد البرهة، يسار الوسط وأقصى اليسار، ويمين الوسط وأقصى اليمين إلى غير ذلك، كما توزعت الأحزاب اليسارية يسار الوسط والأحزاب اليمينية، فكذلك أصبحوا يقسمون الإسلام إلى يمين ويسار إلى غير ذلك. المهم هذه الأسماء كلها إنما هي تتبنى هذه الأفكار الاعتزالية، طبعا يطرحون في ذلك مسائل العقلانية والتنوير وتحديث الخطاب الإسلامي والتجديد إلى غير ذلك مما نسمعه يوميا تقريبا في المنابر إلى غير ذلك، طبعا في الإعلام وغير ذلك، وهم طبعا دائما ما يقدمون ويصدرون في ذلك. نقول إذن ما الذي جعل هؤلاء يتأثرون الآن بفكر المعتزلة؟ هل هو مجرد هذه الآراء التي تبنوها؟ لا، إنما هو التأثر بالأفكار الغربية هي التي دفعتهم إلى تبني هذه القواعد. طبعا نحن لماذا أقول هذا؟ تذكروا ماذا قلنا في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في مسائل الاعتزال، أن الطالب إذا خالف شيخه في مسألة العقدية فهو لابد أن يكون مطالبا بما يعتقده، بما أوصله له اجتهاده حتى في الأمور، حتى في أصول الدين، أليس هذا؟ هذا من القواعد المعتزلة، أن الإنسان مكلف أو مطالب بما يعتقده أو بما يوصله إليه اجتهاده في أصول الدين. هذه القاعدة بالتحديد هي التي جعلت هؤلاء يركضون وراء مذهب الاعتزال ويتباكون عليه في كتبهم إلى غير ذلك وينصرونه. لماذا؟ حتى إذا جئت لأحدهم ورأيته يناقش مسألة من أصول الدين لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان كما يقولان، فستجده يقول لك يا أخي أولئك أمة اجتهدت وأنا أجتهد. وهذا الكلام الله قاله لي أحدهم يعني من فترة كما صارت مسألة النقاب والنقاب، قال يعني أنه
أنا لم أجد هذا النقاب في كتاب الله تعالى وهو غير موجود إلى آخره. قلت له يعني موجود في السنة إلى غير ذلك ومن المالكية من قال بوجوبه إلى غير ذلك. فقال لي لا، هؤلاء أناس اجتهدوا وأنا أيضا أجتهد منهم. قلت له يا رجل أنت أصلا في مسألة مبتدأة عند بعض طلاب العلم لم تفقهها، أن الإنسان إذا لم يجد شيئا في كتاب الله سيجده في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مصادر التشريع، أن تبدأ بكتاب الله أولا ثم تنزل إلى السنة. أما أنت فلم تجد مسألة في كتاب الله، نفيتها من كلية وقلت أنها لا أصل لها من الدين، ثم تقول لي أنا مجتهد إلى غير ذلك. نعم، فهذا كما قلنا مسائل الاجتهاد هذه جعلتهم يتبنون هذا. لماذا؟ حتى يناقشوا أصول الدين. ونجد مثلا من المعاصرين نعم من يفسر مثلا تفسيرات موافقة للعقل حتى يظهر كأنه حداثي أو كذا. فتجد بعضهم في تفسير مثلا الطير الأبابي لا يقول أنها قذفت جند أبرهة بحجارة من سجيل كما قال الله سبحانه وتعالى. ماذا يفسرون هذه الحجارة حتى توافق عقولهم؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى نقل إليهم مرض الجدر أو البرص عن طريق هذه الطيور الأبابيل. لماذا؟ لأنك إذا عرضوا هذه الفكرة على الغربيين لا يفهمون مسألة الطيور الأبابيل، لابد أن تكون الفكرة حداثية بعض الشيء حتى تقبلها العقول. أحدهم كان مرة وهو من شيوخي يعني كان يتكلم على مسائل الإيمان علامات الساعة، فذكرت له حديث الذي أورده مسلم في صحيحه أن فرات يحسر على جبل من ذهب يتقاتل حوله الناس إلى آخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون منهم شيئا إلى آخره. فقال لي هذا البترول. قلت له يا شيخ، وهو يعني كان ممن يتبنى هذه الأفكار، قلت له يا شيخ جدلا فلنقل أن الذهب الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذهب الأسود بمعنى ماذا؟ قلت له لكن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذون منه شيئا والبترول قد أخذ منه الشيء الكثير. قال لي إذا ماذا تقول؟ هل نقول جبلا من ذهب؟ لماذا؟ قلت قال لي سيتهمون الناس بالظاهريين. يعني لابد أن يفسروا أمورا على حسب العقل كما قلنا إلى آخره. طبعا من أخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي الحديث كما قلنا محاولة تغيير الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة للمعاصرين، محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها النصوص اليقينية. مثل عقوبة المرتد، طبعا هذه أمثلة سنذكرها، مثل عقوبة المرتد وفرضية الجهاد والحدود وغير ذلك. طبعا إضافة إلى موضوع الحجاب وتعدد الزوجات إلى غير ذلك والطلاق والإرث إلى كل هذه يريدون أن يغيروه بما يوافق نعم الأحكام الغربية، وهذا كله بدعوى الاجتهاد في الدين إلى غير ذلك. طبعا من دعاة هذا الفكر نذكر بعضا طبعا على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، سعد زغلول المناضل المصري المعروف الذي نادى بنزع الحجاب عن المرأة المصرية. نعم هو نادى بذلك، يعني هو هذا برضه هذا شأنه، ولكن هو نادى بالنسبة حتى للنساء المصريين يعني كله. نعم، وقاسم أمين مؤلف كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة، والسير أحمد خان طبعا هو لقب بالسير، هذه لقب بريطاني عندما كان المحتل البريطاني يحتل أرضه أضفوا عليه هذا اللقب لأنه أنكر فرضية الجهاد التي اكتوى البريطانيون بنارها، فأعطوه هدية على ذلك لقب السر. نعم طبعا نعم، وجاء طبعا بعد تلميذه الذي أحل زواج المسلمة بالكتاب العياذ بالله، وأحل الاختلاط بين النساء والرجال أيضا. ومن العرب الدكتور معروف هو يعيش إلى الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية، حسن الترابي طبعا بما أنه يعتبر من مجددي هذه الأمة.
نعم، هو قال بكلامه طبعاً لا ندعي عليه جزافا، هو قال إن إقامة أحكام الإسلام، وهذا كلامه بنصه، إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير، وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع العاقل إنكاره. طبعا نحن لا ننكر قدر العقل، والاجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهادا في الفروع، هذا كلام خطير، ليس اجتهادا في الفروع وحده، وإنما هو اجتهاد في الأصول أيضا، وهذا كلام خطير جدا. لا اجتهاد في الأصول، الأصول هذه انتهى الكلام فيها، تجتهد في الفروع في بعض أمور مستحدثة، أما الأصول لا اجتهاد فيها. طبعا هذا مذكور في كتاب المعتزلة بين القديم والحديث. طبعا إلى غير ذلك ممن يسمون بالمفكرين والمجددين إلى غير ذلك يسيرون على نفس هذا النهج. لذلك الإنسان إذا سمع مثل هذه الأقوال حتى يعرف جذور هؤلاء من أين. نحن عندما أتينا في التاريخ وما تدرجنا معه ووصلنا إلى وقتنا الحاضر حتى نعرف كيفية تناقل هذه العقائد وتناسخها من جيل إلى جيل، حتى إذا تكلم الإنسان نعرف ماذا يقصد من هذا وماذا يرمي من وراء ذلك. لأن يعني بعض الكلمات البريئة التي تلقى في آذاننا مثل مسائل التجديد والاجتهاد وعدم خلق باب الاجتهاد، هذا كله كلام طيب، ولكن عندما تصل إلى أنك ستقول بالاجتهاد في الوصول إلى غير ذلك فهذا لا أقول خط أحمر، ولكنه هذا حد من حدود الله لا يجوز لك تعديه إلى غير ذلك. كما قلت حاولت أن ننزل هذا على أرض الواقع حتى نصل، يعني حتى عند الإنسان كما قال يعني الصحابي، كان الناس يسألون حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك الإنسان كما يجب عليه أن يعلم العقيدة الصحيحة أيضا يجب عليه أن يعلم ما يضادها وما يخالفها حتى لا يقع فيه. وبذلك ورد طبعا في سيرة أحمد الإمام أحمد مع يحيى بن معين أحد أئمة الحديث أحد أئمة الجرح والتعديل، رآه مرة الإمام أحمد يجلس في المسجد وفي يده صحيفة يفتحها يقرأ منها، فإذا مر أحد أغلقها طواها ويفعل ذلك مرارا وتكرارا. فذهب إليه الإمام أحمد قال له لقد رأيتك تفعل كذا وكذا، فما في هذه الصحيفة؟ قال فيها 100 حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أحفظها حتى إذا حدث بها أحدا أقول له كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من سيرة السلف أنهم كما يعلمون الحق لابد أن يعلموا أيضا الباطل حتى لا يقعوا فيه وحتى يحذروا منه. إن شاء الله تعالى نكمل في الحصة القادمة مع الأشاعرة والماتريدية بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نعود إلى شرح متن العقيدة الطحاوية. وهذا كله حتى إذا تكلمنا في مسألة العقيدة وذكرنا فرقة من الفرق تكون لديكم صورة مسبقة عليها حتى لا نضطر إلى شرحها في كل حصة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم.